Ja! شيل يا براء الاكل شيل قاعد تاكل هو معاذ جه الو
الو، انت بتلعب بحيوان انت؟ ايوه بتلعب بالذكية دي. انت مالك؟ هو انت جيت المفروض تخلص الساعة 7؟ مش عارف بقى، مامتي نسيت ولا ايه؟ طيب ماشي كلام، انا هاخد بريد عشان ما تبقاش سواد. ازاي؟ زي الناس. يبعد الكرة بعد هذا التدخل، تمركز
العب انت بالازرق العادي لو انت عاوز. لازم اكسب الماتش ده. مباراة اليوم فرصة لزيادة الفارق مع منافس فريق رونالدينيو. تحقيق الفوز راح يزيد الفارق الى 6 نقاط تجعله في راحة كبيرة في المباريات المقبلة. التشكيل اللي يبدأ فيها برشلونة مباراة شو تعبني.
ماتويدي عرضية في وسط المنطقة، كرة عرضية الآن، مرت الكرة بدون خطورة تذكر. ليونيل ميسي تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة وضغط مبكر وافتكاك الكرة في مناطق الخصم. حارس بقبضة يده يبعدها. أوليفر جيرو، كيليان مبابي، كرة تعود إلى برشلونة. كوتينيو، كرة جميلة من كوتينيو، والله على التمريرة، كرة إلى خارج الملعب ضربة مرمى. كرة تعود الآن إلى التماس، سيرجيو روبرتو، ليونيل ميسي يسترد الكرة في منطقته. هتيجي جول. انا مش عايز اجيب جول، انا عايز اجيب دبل كيك.
اكس. ايه ده بيحذره. اوف ايه ده ازاي؟ انت بتعرف ازاي بشوط بشوط؟ ها؟ اه ازاي؟ بيوجه لك انا هشوط فين؟ لا اللاعب اللي انت بتشوط بيه لما تيجي مثلا تشوط في الناحية دي دماغه بتبقى باصة في الناحية اللي انت بتشوط فيها. اه دي انا بعرفها، دي بعملها في اخويا، تعرفتها من دماغي رايحة فين. لا عاوز تعمل دبل كيك، كرة خارج السيطرة، مش عارف ضغط كبير عليه، ممكن هجمة مرتدة الآن. أوليفر جيرو ناقل الكرة إلى بابي، شكرا.